السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. المهم الاخوان والاخوات، جيت نشارك معكم واحد الوصفه رائعه جدا. دونك حبيباتي الغاليات، نمشيو للمطبخ نحضروا الوصفه ديالنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، لأول مرة تشوفوا قناتي اضغطوا على زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتي فور نزولها. اليوم إن شاء الله سنحضر مع بعض قناع لإزالة الشعر من الوجه والرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وكذلك يعمل على تنقية البشرة وينظفها. هذا القناع صالح لجميع أنواع البشرة. أولا سنقوم بتحضير المقشر، ونقوم أيضا بتقشير الوجه، بعد ذلك نقوم بتحضير القناع لإزالة الشعر من الوجه وإزالة الرؤوس السوداء وإزالة الرؤوس البيضاء. المكونات التي سنحتاجها في المقشر، نحتاج إلى جوز الهند أو الكوك أو الكوكو، نحتاج إلى زيت الزيتون، يمكنكم استبداله بزيت جوز الهند، من الأفضل استعمال مقشر طبيعي. نحتاج إلى ملعقة صغيرة من جوز الهند أو الكوك أو الكوكو، ملعقة صغيرة. نقوم بخلط الكل بزيت جوز الهند هكذا، نقوم بخلط. الآن نقوم بتقشير الوجه بحركة دائرية، نقوم بتقشير الوجه بحركة دائرية لكي ننظف البشرة بعمق، وأيضا لكي نستفيد من القناع الذي سنطبقه. الآن سنقوم بغسل المقشر بالماء الفاتر، ثم نكرر العملية بالماء البارد. الآن ننتقل إلى تحضير القناع لإزالة الشعر من الوجه والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. نحتاج إلى الجزر مبشور هكذا، إلى الجزر مبشور، نحتاج إلى البطاطس مبشورة، بعد بشر البطاطس هكذا. الآن سنقوم بتصفية البطاطس مبشورة والجزر مبشور. سنحتاج إلى عصير البطاطس وعصير الجزر، وسنحتاج أيضا إلى جيلاتين فيجيتال، جيلاتين نباتي فيجيتال أو أغار أغار. بالنسبة للأخوات اللي عايشين هنا في إسبانيا، كيتواجد في الكارفور أو الكاريفور، ما غاليش بزاف البنات بهاد أغار أغار، هاد الجيلاتين النباتي، يعني ماشي حيواني، جيلاتين نباتي. دونك الحبيبات ديالي، الآن سنقوم حبيبتي الغاليات، الآن سنقوم بتصفية عصير البطاطس. نحتاج إلى عصير البطاطس أو عصير البطاطا هكذا، نقوم
بتصفية الجزر أيضا لكي نحصل على عصير الجزر هكذا. نذكر فوائد الجزر بالنسبة للبشرة. الجزر غني بفيتامين جي، مضاد للأكسدة، يعالج البقع من البشرة، مضاد للشيخوخة، يناسب جميع أنواع البشرة. ونذكر أيضا فوائد البطاطس للبشرة. البطاطس تعمل على تفتيح البشرة، تحتوي على خصائص تبييض طبيعية، تساعد على إزالة الخطوط الرقيقة، تخلصكم من البقع الداكنة. لديها أيضا نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على تبييض البشرة. الآن سنحتاج إلى جيلاتين نباتي هكذا، نقوم بتحريك المكونات جيدا. والآن سنحتاج إلى ماء ساخن جدا، نقوم بوضع الماء الساخن في الإناء. ماء ساخن يعني مطبوخ. والآن نقوم بوضع الإناء في حمام مريم أو حمام ساخن، ونقوم بتحريك المكونات جيدا هكذا. نقوم بخلط المكونات جيدا حتى يتختر الكل. أصبح القناع هكذا متماسك. نترك الخليط يبرد لكي لا نقوم بحرق بشرة الوجه. الآن نترك القناع يجف تماما، بعد ذلك نقوم بإزالته من الوجه. أتمنى أن يظهر لكم الشعر الرقيق. هذا القناع يزيل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، وكذلك يعطي تفتيح للبشرة. بعد إزالة القناع نقوم بتمرير مثلج الخيار. أخذت الخيار وبشرته ثم وضعته في قوالب ووضعته في المجمد هكذا. نقوم بتمرير. نقوم بوضعه في منديل ورقي ثم نمرره على الوجه لسد المسامات ومنع ظهور الحبوب الرقيقة هكذا. وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا جزيلا على المتابعة أخواتي. المهم الزوينات ديالي تتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. إلى فيديو مقبل إن شاء الله، وبوسة كبيرة لكم في حال دائما، وباي باي.